بندورة وبطيخ، معنا بطاطا، معنا خيار، ومعنا بندورة وبطيخ ومع كل شيء. أنا بحبها شيء مع إنها معجوقة ودايما بتتأخر، وهالشي غلط. أنا كثير بوثق فيها، حتى إني مسلمتها مفتاح المحل، بس بتعرفوا صار لازم خلي معي نسخة عن هالمفتاح أحسن ما ضل أنطر برا. إيه معك حق والله. اسم الله اسم الله، شو هالخضرة الحلوة اللي معك؟ تفضلي نقي كل طازة من الشهر الماضي. قديش الخسة؟ الخسة الوحدة ب 1200 ب 250. لا طيب تبقى وصل لي هالخسة على البيت، خسة وحدة. تكرم عيونك. وراح أعطيك 1000. تكرم عيونك. بشكرك. كلك ذوق. أنا رح روح وعي نغم، أكيد أكيد بعد غافية. بالإذن بالإذن. الله معك الله معك. مرحبا فلايفيل. ايه حلو اسم فلايفيل، بس يا ريت سموه فلايفلي. كنت حطيته بالعربية وبعته، بس لا اكيد ما حد رح يشتري. انا ما ادري شو بدي اشوف اخرة هالحرامي، يا انا يا هو. قلنا مرحبا. اهلين اهلين اهلين. ايه مش شايفني مشغول؟ لا شايفك مبهول. شو عم تعمل؟ عم شو؟ عم ما لازم اقول له بلكن كان هو الحرامي. ايه ماشي. عم نظف يعني ايد العنب من الغبره. برافو عليك برافو عليك. وانا نصيحه مني كمان، تحط على عريشي في الزيعه. تعرف شو يعني في الزيعه؟ يعني شكلي بيشبه الانسان وبيحرتي، بيخوف العصافير وما بيعودوا ينقضوا العنقيد. تعرفوا خلي حط في الزيعه. شو انا فرنوس ابن ابو 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 فرنوس، رح خاف من الفزيعه. شو بيه؟ ما بعدك عم بتقلي حط في الزيعة، شو خفت منها؟ وانت صدقتني؟ تعرف فرنوس؟ ايه؟ بلكي بتجي انت بتحرسهم ساعتها للناس ولا العصافير بيسترجوا يقربوا. بتعرف ليش؟ ليش؟ لأنك حلو كتير. ايه معك حق أنا حلو. انت حلو؟ الواحد يكون صريح، أنا أدمني حلو. عم فكر اشترك بمسابقة ملكات الجمال، وأنا متأكد أني رح أربح وبكل سهولة، ورح يعلقولي على صدر شريطة مكتوب عليها ملك جمال الكون. ملك جمال الكون. انت ملك جمال الكون، انت ملك جمال الفول. فول؟ ولو فرنوس مراسك بيشبه الصبيرة. شكرا فلايفل، هذا من ذوقك. فلايفل ما بدك تشتري مني؟ فلايفل شوف ما الله خضرة معي يا فلايفل. فرنوس اذا كانوا الاغراض اللي معك منيح ورخاص بشتري. شوفوا نقي كله طازه من الشهر الماضي. صارت بايخه. ايه. وكل مره بتقول هيك وما حدا بيضحك. ايه ما حدا ضحك. ليش يا ولد؟ ما حدا بيضحك. هلا ضحك. فرنوس ايه هلا يعني ايدي اللي معك شغل وين؟ والله شغل العريش اللي هون. وين؟ ايه عم اقول شغل الضايعه اللي هونيك ضايعه بعيد كثير مثل ما هون وعندك. اسم الله بشهو. عجبك؟ شكلهم حلو ولونهم بجنن. عظيم. فرنوس؟ ايوه. انا بشتريهم منك. تكرم عيونك. حطهم بكيس. يا اهلا فيك. قديش بدك حقهم؟ 1000 ليرة. 1000 ليرة كثير. طيب 5000. طيب يلا. 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 يا اهلا فيك يا اهلا اهلا. يا حرام يا حرام. هيئته مثلي مبهول، بيشتري الاغراض تبعه وبيدفع حقهم. يلا ماشي الحال. ومعنا بطاطا، معنا خيار، معنا بندورة وبصل، ومعنا بطاطا ومعنا خيار، ومعنا بندورة وبصل، ومعنا بطاطا ومعنا خيار. ساحة فاضية خي، في اخذ راحتي. مقضي وقتي عم فتش على مطرح فاضي تمثل. قلب البيت خي فلايفل بيتمسخر علي، بصير يقلدنا ويضحك. انتو بتحبوا التمثيل؟ انا كتير كتير بحب اتفرج على المسرحيات وعلى الممثلين. التمثيل بيزرع بقلب السعادة. ساعة بيضحكني وساعة بيزعلني. اوقات
بيسليني واهم شيء بيفرجيني الاغلاط اللي بعيشها وبيساعدني حتى صححها، بيفرجيني مشاكل الناس وبيعلمني لاقي لها حل. قولوا لي بدكم مثلكم؟ اكيد. طيب رح مثلكم قصة الديك والواوي. مرة كان في ديك ذكي وشاطر قاعد على غصن شجرة وعم بيراقب. يوصل الواوي المحتال والكذاب لحده، ايه بينعم صوته وبقل خي ديك، اعتبر انه نحن ما عدنا مخانقين هالمرة. انا رح اعلم انه صار في بيناتنا سلام. صرنا اصحاب. يلا يا عزيزي زل عندي تبوسك. يلا بترجاك نزال، عندي شغل كتير وما بدي ضيع وقت. يا صديق الديك، بعدك انه انتو كل اصحابك الديوك رح فيكن تروحوا وين ما بدكن، لانه نحن الواوية رح نساعدكن ونحميكن. يلا يا عزيزي زل عندي تبوسك. يلا. ساعتها رد على الديك وقال بعضنا. ساعتها صار الواوي اللي بخاف من الكلاب يرجف من الخوف وقال له لديك باي باي ونبقى نحكي بالموضوع غير مره. حرة. اما الديك اللي كان كمان خيفان صار يضحك لانه ضحك على الواوي اللي كان عم يجرب يضحك عليه. ذاك الديك قدر يخلصه من العنف وقوه الواوي. بونجور، قصدي بونسوار، او لا بونجور، او هلا بونجور او بونسوار. ايه بونجور كتير هينه، بالليل بيقولوا بونجور وبالنهار بيقولوا بونسوار. طيب مش مشكله. صباح الجور. عفوا، صباح النور. اهلا. نعم. نغم. نعم. اسمي نغم مش نعم. بعرف انه اسمك نغم، سالتك نعم، يعني شو بتريدي؟ ايه تذكرت. قوليلي دخلك. قوليلي شو بدي قلك. قوليلي. نعم. نغم شو بدي قلك. نسيت. ما قلت اللي بدك تقوليلي. ايه تذكرت. شفتي سحر شي؟ سحر اجت لهون شي؟ لا. اكيد. خي ريحتيني. سحر عطول عم تجي وبتلاقيني مأخرة، وكل مرة بوعدها رح اوصل بكير وبوصل مأخرة. حب النوم، شو بعمل؟ هالمرة تأخرت بس وصلت قبلها، رح روح افتح المحل قبل ما توصل. لا 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 لا. بدك عنب؟ كتير طيبين. اشتريتهم اليوم من فرنوس. معقول؟ اشتريت عنب ونحن عنا عريشة؟ يي معك حق، ما انتبهت. تعرف؟ بيشبهوا العنقيد اللي بعريشتنا. لا ما هون منضيع بعيدي مثل ما هون وعندك. بلا بيشبهون وزيت الطعمة، ما انا دقت عنقيدنا. شو هالحكي؟ فرجيني تشوف. علقنا. شو بك؟ ماشي. حسيتك متضايق. لا ابدا، ما في شيء. يا رب تنجينا. شو العلقة اللي علقت فيها؟ رح ضيع الوعي. بتكون شيء؟ طيب انا جوا، اذا بدك شيء تبقى عيط لي. مرمورة. شو بك؟ نعم. شو بدك؟ ماشي، عم بتمرن كيف بدي اعيط لك اذا عزتك. مرمورة. نعم. بعدني عم بتمرن، عم بعمل بروفا مثل المسلم. فليفيل؟ نعم.
اسمي نغم مش نعم. بعرف سألتك نعم شو بدك عيطيلي؟ ليش واقف هيك؟ عم يا رب تنجينا. عم شو؟ عم بتمرن على رقصة. رقصة؟ ايه رقصة. ها شوفي ايه. على دلعونا وعلى دلعونا علقنا هالعلقة وما خلصونا ولا على دلعونا وعلى دلعونا. نعم شو عم تعملي؟ عم نتحدث. عن شو؟ عن لنقيد. عن لنقيد. وانت ليش واقف هيك؟ انا؟ ايه؟ عم دل عن نجوم. بس هلا ما في نجوم. بلا ودي نجوم الظهر انا شايفهم. وحضرتك؟ نعم. اي ساعة جيتي على المحل؟ هالمرة وصلت بكير قبل بربع ساعة من الوقت. متأكدة؟ متأكدة ولو جيت فتحت المحل ونظفته. شوفي تفضلي. عفاكي يا شاطرة. عفاكي. نبقى نحكي على رواق. اسم الله اسم الله هالعنقيد بشهو. دقيهم سحر دقيهم. لا اوعى. ولو ما بعرفك بخيل يا فليفي. لا لا ابدا 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 انا مش بخيل بس. بس شو؟ انا بدي ضيفك بايدي. احلى ما تعلق ايدك حد ايدي ويصير عريش الايدين. شو قلت؟ ماشي ماشي. ايه الايدين النجدة. حيوا البطل حيوا البطل. بيك شي؟ لا لا ابدا عم بشكر ربي على العريش الحلوه. سحر؟ نعم. الحبيت بعدهم مش مستويين بس يستويوا انا بضيفك. اتفقنا. اوكي باي باي. معنا بندورة وبطيخ معنا بطاطا معنا خيار ومعنا بندورة وبطيخ ومع يلاه معناش بطيخ. مرحبا جميعا. اهلا اهلا. من ضيعه بعيده قلت لي على ايد. ايه والله يا فرنوس اذا منك يحتك عشي ضيعه باخر الكون ما بيكون اسمي فليفل. شو بتقصد؟ بسيطه ما تضيع لي وقتي. حلو سحر صار الخسات بالبيت. بشكرك. ايه شو حضيتي فيها لنغم؟ وين بدها تحضر فيي؟ شو بكي مستغربه؟ ما الصبح اجى السحر لتسال عنك ومثل العاده ما كنت وصلتي. مظبوط هالحكي سحر؟ مظبوط. بعتذر ما بقى عيده. قبل كنت تتاخري علي هلا صرتي عم تتاخري وعم تكذبي بذات الوقت. انا عارفه حالي مغلطه باكد لي ما بقى عيده. هالموضوع رح انساه عشرت انه ما بقى ينعاد. شو هو عقلاتك وين يا بنتي؟ عقلاتك وين؟ عقلاتي عقلاتي بخزنتي الجديد. شو فرنوس؟ ايه تجيب تحكيني شوي. ايه ما بقدر مشغول. شو عندك من كتر الزبونات؟ ايه معك حق. شو بدك فرنوس؟ نعم. انا مستعد سامحك. عشو انت بتعرف عشو؟ عشو انا متاكد انك انت خدت لي عن ايدي وبعتني اياهم. مش انا هيدا تاني بياه. بس بلاها بقى انا مستعد سامحك عشر. ايه ايدي علينين بالعريشه. ايه خلصني قبل ما حدا يشوفك يا فرنوس. خلصك بالعريشه؟ ايه طب خليك علقان مطرح لمطرح. خليك علقان بالعريشه. اوعى اوعى يلا رح جيب المقص من العربيه واجي خلصك. وين راحوا الجزرات؟ يلا يلا هي المقص يلا. هي برام برام شوي برام هيك. شو 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 هيدي ايدي ايدك انت. شو مشيبك لا لا ابدا ما لا ماشي هلا ماشي ماشي. لا 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 وين راحوا كل الخضريات؟ انت اكلتيهم؟ لا. طيب مين؟ شو شو هذا؟ تفضل تفضل هم طيبين تفضل كرم عينك. ممنونك ممنونك. ها يا عيني هيدا انت يا شحبار. خبر هات ايدك هات يا بي. عمالك علي يا بي. كيفك قاعد جوا يا شحبار؟ كيفك قاعد جوا بقى؟ صدقني انا ما قصدي. انا مش قصدي. ايه ابدا انا ونايم براوبس فاكيد بكون روبص وجيت على سيارتك. روبصت وجيت على سيارتي فهمنا بس ليش عم تاكلوا الخضره؟ بدي كون جعت انا ومروبص. شو بعرفني؟ ليك حبيبي شفت كل اللي اكلتون؟ ايه شايفهم كلهم. شفتهم منيح منيح؟ طلعت فيني منيح منيح؟ بعت لي تحت كمان. بدك تدفع حقهم.
بس انا ما معي مصاري. دبر حالك، بدك تدفع حقهم. خلص خلص ما تزعل، انا بدفع انا بدفع. لا ابدا ابدا، ما بقبل ما بقبل. بلا بلا بقبل. ادفع له شوية مصاري واعطيني الي كمان تبع ادفع له حق اللي راح اكلهم بعدين. فضله. نغم نغم. نعم نعم. بكي شي نايمة؟ لا مش نايمة، غافية شوي. تفضل وقف، قومي شوفي شغلك، قومي شوفي شغلك. حاضر. ما تاخذني اعمل لي. شكرا. تفضل. شكرا سيدنا. حق الاغراض اللي اكله. شكرا سيدنا. شكرا يا فرنوس. نعم. واو فرنوس. نعم. قديش صار لك بتبيع بهالعربية؟ خمس عنبات، خمس سنين. وانا صار لي خمس سنين بشتغل معك، كل يوم تروي او غدا وعشا بسيارتك. وعبلاش صحتين. جاي بطاطا تاني مرة. معنا بطاطا، معنا خيار، معنا بلد ورجع صار، معنا بطاطا. يلا هلا شو لازم نعمل؟ هلا لازم نعمل شوية رياضة. انتو بتعرفوا تعملوا رياضة؟ ايه. وانا كمان. شوفوا يلا، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين. ليش عم طلعوا فيي؟ واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين. في شيء؟ واحد اثنين، واحد اثنين، واحد. وحين شو في يا زلمة طلعنا فيه؟ شو شايفيني تلفزيون؟ انا فالي. واحد اثنين، مبين بعدك هون. اثنين واحد. شوفوا من اجا. يا اهلا يا اهلا. انت انا ما بحكي معك. بونجور سحر، بونجور نغم. بونجور، كيفك يا برنايطة؟ برنايطة حلو اسمها مش هيك؟ منيح على القليلة اسمها أحلى من اسم أختها مغايطة. سحر احذري من شفت اليوم. مين؟ مش عم بحكي معك. مين مين؟ تعال شو بدك فيه. تتذكر الرجال اللي ترك المنطقة من خمس سنين؟ ما عرفنا لوين راح؟ لا مش متذكرته. تذكري منيح، هيدا اللي ما كان يحكي مع حدا. الرجال اللي بيته على الجبل. حبيت فرنوس البياع. وين شفتي وين شفتي؟ شفته عند طلوع الضو جاي على السكت ورايح على بيته. انت شفتيه؟ طيب سافر ورجع، شو بدنا فيه؟ معك حق، انا وصلت على الموعد. الموعد؟ اي موعد؟ ايه ايه الموعد. نغم. نعم. عيطي لي المرموره وفليفل. شحبار عمور معروف عيط لفرنوس. بروح بس على الشرط تعطيني مصاري. يلا يا شحبار كله مصاري. طيب طيب يلا يلا. وينكم؟ مرموره فليفل. نعم. شو بدك عم بتعيطي؟ بتقول سحر تطلعي لبرا انت وخيي. يلا جايين. لا مش جايين. انت وعدتني ان نكون على الموعد. وكذبت. وقلت لي انك بتكون اهبل من شحبار بخمس مرات اذا ما بتروح. انا قلت هيك؟ ايه. مرموره انا قلت هيك؟ ايه. فاذا يلا يلا. بس ليك يا مرموره ما راح افتح تمي وراح سكر دنيي. فوت قدامي لقلك فوت. هيدا فرنوس كان عم يسرق خاصيه ابو خليل ابو وليد. يا عيب الشوم عليكم، تفضلوا اقعدوا. نغم. نعم. ضيفيون. لا لا شكرا، ما تتعذبي. امبلا امبلا تعذبي. وشو عندك ما بتتعذبي؟ يلا يلا ضيفينا شيء. عيب هلا بنقول عن سحر بلا ذوق. هالخوته شو جاي تعمل هون؟ مع الحساب مش رح تحكي. سكت. ما تختلفوا، نحن تعودنا نتلاقى كل جمعه ونتحدث عن مشاكلنا ونحاول نساعد بعضنا تنلاقي حلول. عمي المبولي شو جاي تعمل هون؟ مع الحساب مش رح تحكي. سكت. يلا يلا ما ترجعوا تختلفوا. اليوم مين بده يبلش؟ شو ما حاسين قولوا. حيلا فكرة بتخطر عبالكم قولوها. عنب. مصاري. نوم. غيطة. هالمجانين شو جايين يعملوا هون؟ ما الحساب مش رح تحكي. بحلم مثل على المسارح، أبرم بيه كل المطارح، بس فراشي عم بتغني.
برافو مرموره، شطوره مرموره. تعرفوا هلأ بهاللحظة لقيت حل لكل المشاكل، أو إذا بدكن عرفت شو هي أهم المشاكل. شو قصدي؟ كيف يعني لقيت حل للمشاكل؟ أي مشاكل؟ مشاكلنا كتير ومتنوعة، أنا وإنتو بنعرف هالشي كتير منيح. أنا ما بعرف شي. شي مرة وقفتوا قبال المراية وسألتوا حالكن شو عملنا بحياتنا لحد هلأ؟ شي مرة قعدتوا وحدكم بالعتم وتذكرتوا شو كنتوا تحلموا لما كنتوا صغار؟ اش لشو هالحديث البلا معنى؟ اسكت حكيتها بجنة. انا مرة وقفت قبال المراية وشفت قبال واحد مبهول بس ضربته. وبعدين شو صار؟ ماشين كسرت المراية وعرفت من وين. لا بس بعدني بشوفه من وقت لآخر. هالذكي شو جاي يعمل هون؟ مع الحساب مش رح تحكي. سهار كفي، لوين بدك توصلي؟ انا عم بحكي عن الحلم، اهم مشكلة عم بنعيشها هي انه بطلنا نحلم. انا كل يوم بحلم اني عم باكل توت. فيك بلا ضمير؟ الحلم اللي عم بحكي عنه هو الحلم اللي بنحلمه ونحن واعيين، هو اذا بدكن الطموح. ما بعرف ليش بطلنا نحلم، يمكن لانه مقتنعين انه مش رح نقدر نحقق احلامنا، ويمكن لأنه شغلنا بيلهينا. لما كنت بعمرك يا مرمورة وعمر هالحلوين كنت أحلم أني صير ممثلة مشهورة. وبعد فيك محقق حلمي؟ يمكن أنا كبرت شوي، بس كل ما واحد منكم حقق حلمه كون أنا حققت حلمي. أنا كنت أحلم أنا وصغيرة وأنا كمان. كلنا كان عنا أحلام. شو كانت حلوة الطفولة؟ أنا ما كنت أحلم، أنا إنسان بفكر وبستعمل عقلاتي وما بضيع وقتي بالحلم. أنت أكتر واحد فينا بتحلم بس أنا فيلل. فيلل؟ إيه فيلل. خي فيلل. اللي رح بيصير يا حلوين إنه كلنا رح نتساعد تنحقق أحلامنا وطموحاتنا، ولازم ننقي واحد منا ونحقق له حلمه بالأول. أنا بالأول. عمروا لي ملعب، جيبوا لي ناس يحمصوا ويهيصوا لأعمل لعيب فوتبول. ليش أنت بتعرف تلعب؟ بتصير بدل ما تلبط الطابة تلبط رفقاتك. أنا بالأول. وليش مش أنا؟ ما تتخانقوا دخيلكن، أنا عندي الحل. أنا بالأول. قول شو بتغاروا. اسمع قول شو بتغاروا. أنا بالأول. هلأ هيدا الحل؟ هيدا هو الحل. كل واحد منكم يكتب اسمه حلمه على ورقة ويحط بالبوكال وبنسحب، واللي بيطلع اسمه بيربح. فكرة بتجنن. بتجنن. ما أنت مجنونة بلا فكرة. رح فلو حط هالبطاقة. تفضلي ستنا تفضلي. طيب منحطه هون. تفضلي. نعم. ينعم عليكي، روحي على المحل جيبي قلم وشوية ورق. حاضر. ليك شو هو حلمك انت؟ انا؟ حلمك شو؟ حلمي انه اكل لك كل الخضرة. تعرف انا شو حلمي؟ بس جيبه طازة. تعرف انا شو حلمي؟ شو حلمك؟ انه انت ما تحلم. ما فيك. هلا شوف. شو حلمك؟ اكل بطيخ. شو حلمك؟ وراي دكتورة برنايطة. وأنا بيع الناس على العربي بيع الناس، وأنا بيع الناس على العربي بيع الناس، عطيك ياس بصدق ياس وبقبض مصاري من الناس. أنا حلمي قد العربية يلي باع عليها بي، محل صغير يكفيني وأقبض خمسة وعشرة ومية. بحلم يصير عندي محل الإمضاء فرنوس. ملاحظة، بدي عروس.
السعادة اللي هي أطيب زواد، ما بدي غير السعادة اللي هي أطيب زواد. اتجوز تأسس عيلة، كتر خير الله وزيادة، كتر خير الله وزيادة. بدي اكتب عن حلمي وحلمي اني اعرف اكتبها واعرف اقرا شي كلمي. بعرف اني صرت كبير ولا اتعلم صعب كتير، لكن شو بعمل يا عمي هيدا حلمي وحلم الامي. بعرف اني صرت كبير ولا اتعلم صعب كتير، لكن بعمل يا عمي هيدا حلمي وحلم الأمي. ما بعرف اكتب شو بعمل؟ انتو بتعرفوا تكتبوا؟ وبتعرفوا تقروا؟ ايه عفاكم شطورين، مين بيساعدني وبيكتب عني؟ كلكم؟ ايه يلا يلا جاي لعندكم يلا ها يلا. أزبط شيء أزبط شيء دموزيل هون بدنا نعزبي. حلمي يصير أعرف أكتب وأعرف أقرأ. أنتوا كلكم تعرفوا تكتبوا؟ إيه عفاكم وبتعرفوا تقروا؟ إيه ممنونكم. ميرسي هيها هيها زقفولا زقفولا يلا. يلا شاتشاو. ترى 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 اوعى تخبروا حدا. اتفقنا اتفقنا. تنا 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 تنا. طيب نبقى نشوف. نغال مرمورة فليفين يلا يلا وين اختفيتوا؟ يلا وصلنا وصلنا. ان شاء الله تكونوا كتبتوا عن احلامكم. كتبنا كتبولنا ممنونكم. وفليفين شو بو فليفين كتب عن حلمه ولا لا؟ الطقس حلو اليوم. كتبت ولا لا؟ يمكن يمكن طيب طيب خلونا نسحب الاسم. انت تسحب الاسم يا سحر. يلا يلا رح نسحب الاسم. تمشي شانس مين؟ انا 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 لو انا انا بحلم مثل على المسارح مرموش. من بكره كلنا رح نساعدك. يلا يلا بخطركم. خدني معك شعبار روح. يلا يلا جعت جعت بدي اكل. خطركم. الله معك الله معك. هوبلا. نغم نعم اتركي هالمحل مفتوح الحلوين بينتبهوا عليه ويلا فلي على البيت. المحل؟ ايه. اي محل؟ دلي انا. ايه ايه المحل. ايه يا شطورة عرفت. يلا يلا شيلي بنشوفك. ايه 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 يلا يا شطورة يلا. ايه يلا بسرعة عندي شغل كتير مهم انا والحلوين. يلا بسرعة. وهي محلة عافيك يا شاطرة. يلا باي باي. ليكوا يا حلوين لازم اقسم الشغل على الكل.
تنحضر مسرحية تكون مرمورة بطلتها لازم يكون عندنا فريق عمل متكامل، ناس بتهتم بالديكور، ناس بتهتم بالملابس، ناس بتهتم بالأغاني، والباقيين بيمثلوا. ليكو يا حلمي، أنا رح روح على البيت حضر خطة للشغل، ومن بكرة بيجي أنا وياكم بنوزع الأدوار، اتفقنا؟ يلا بقى. الأحلام قال إيه، رح نشوف شو رح يبقى من أحلامهم. أحلى طريقة نتخلص من الأحلام هي إنه ننساها ونكبها ببير غميق ما تقدر تطلع منه. أهل هالمنطقة مع إنه بطلوا ولاد صغار، بعد أحلامهم معهم ماشي حدهم، بيتذكروها وبينبسطوا. إيه بسيطة، أنا شو شغلتي؟ من هاللحظة اعتبروا إنه النور رح يغيب عن هالمنطقة، لأنه الأحلام راح تنسرق. عفيقة، ما بدكم تعرفوا اسمي؟ سموني حرامي الأحلام. هيدي خريطة الضيعة، وهيدا هو البير الوحيد اللي كلهم بيشربوا منه. عال يا عمي، شو جاب من هون؟ المفروض كن بالبيت. ياال، هاي قصاير عم رومس انا ونايم وانا واقع كمان. يلا ريزرفوار. اوتوكار. بخاطركم، يلا بخاطركم. فليفل يا فليفل، ولو ما بتخلي حدا ينام. كان الاكل كتير منيح، بدي نام. فليفل، مش انا عملت لك اكل؟ بلا، بدي نام. ايه بدي اشرب عمول معروف، عبي لي البريق من النبع. شو عندك ما بتيجي بتعبيه؟ عم جلي لك الصحون اللي اكلت فيهم. طيب اسكتي، بدي نام. أنا ما أنا كمان بدي مثل. يي ما توخذني، ما كنت عرفتك بتحب تمثل. لا أنا ما بحب مثل، بس رح مثل كرمال مرمورة. طيب يلا روح عيط. مرمورة مين عم بعيط؟ أنا تحي. مرحبا. سحر هون. أهلا سحر، جاي فرجيكي على المخطط. أي مخطط؟ مخطط الشغل. أي شغل؟ الشغل التحضير لنحقق لك حلمك. رح نعمل مسرحية تكوني انت بطلتها وتمثليها. حلمة؟ أي حلمة؟ عن شو عم تحكوا؟ شو؟ مرمورة شو قصتك هلا؟ انتو شو قصتكم؟ مش انت بتقولي بحلم مثل على المسارح؟ أنا ما بطيق التمثيل، أكيد بكل شيء، أنا جوا. مرمورة؟ سحر؟ أنا مش هون. بعرف انك انت مش هون. ليك سحر، شو بدي اسالك سؤال، قولتك انا واعي او غافي؟ هيك السؤال طلع فيي تسليم. قولتك هلا انا واعي او غافي؟ واعي. وانت واعي؟ طب شو صار لمرموره؟ يعني ما بعرف شو قولك، هيئتها نعساني ومش عارفه حالها شو عم تحكي. لا 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 لا, لا في شيء غريب عم بيصير. طب انا رح فوت احكيها. فوت احكيها تشوف شو القصه. مرموره شيل
ليكو يا حلوين، ليف اللي تأخر وأنا كتير مشغول بالي وفايتي شوف شو عم بيصير. فليفل فوتي سحر يا فليفل، شو القصة؟ واحد ترم ترم طم طم، اثنين ترم ترم طم طم، ثلاثة ترم أربعة طم، خص اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، خليكم منتظمين ونفذوا أوامري. واحد ترم ترم طم طم، اثنين ترم ترم طم طم، واحد اثنين ثلاثة. شو أخبارك؟ إذا رح بتضل تعمل حركات رح نايمك بالبرميل. وفلايفيل وين بينام؟ بلا حركات وخليكم منتظمين، سحر ومرموره صاروا واصلين، لازم نضل جاهزين تنساعدهم. نغم وشحبار بلا حركات. يا أهلا يا أهلا بالست سحر يا أهلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربع أشخاص جاهزين ليشتغلوا بمشروع مرمورة يلي إن شاء الله راح بتصير مشهورة. بكي شي مقهورة؟ شو؟ في شي؟ عدو لازم نحكي، عدو لازم نحكي ونقسم الشغل على الكل، وأخيراً رح نبلش يا أصحاب. مش رح فينا نبلش. كيف؟ عدو ليش مش رح فينا نبلش؟ لأنه مرمورة نسيت حلمة. حلمة؟ أي حلمة؟ إيه إيه حلمة، كيف نسيته؟ شوف هيا بكرة بتتذكره، نحن من إلا إيه؟ مرمورة نسيت حلمة نهائياً، الليلة عنه ما تذكرت شيء، ما بعرف شو عم بيصير، بس رح جرب أعرف. بهالوقت رجعوا كلكم عبيوتكم، رجعوا كلكم عبيوتكم. نغم خلي لي هالمحل مفتوح. محل؟ أي محل؟ ايه ايه المحل. فلي يا نغم بقى فلي. بصير طيب انت ليش بعدك هون؟ لوين بدي اروح؟ دجران وانا شغل ما عندي. حابب فوت احكي مع مرموره، قولك رح تعرفني؟ اكيد رح تعرفك، مرموره نسيت حلمها بس وهيدا اللي بيعجل. غريب وانا بهالفتره صاير عم روبس كتير، ما زال بالليل بدل ما نام بروبس. انت نروبست او ما روبست مثل قلتك، منك نافع على شيء. بعرف بعرف مش حلو هيك. بتصدقي يا سحر؟ شو؟ امبارح روبست ووعيت لقيت حالي هون بالساحة. هلا بدك اياني اصدقك انك مشيت من بيتك لهون انت ومروبس؟ ايه ايه ايه. واذا مش مصدق اسال الرجال الغريب اللي رجع من السفر، هو شافني وبالعلامة كان عم بفضي قنينة مي بالبير. يا شحبار يعبي قنينة مي من البير. يفضي قنينة مي بالبير. يا عمي ليش بده يفضي قنينة مي بالبير؟ حدا بفضي يا جماعة قنينة مي بالبير؟ ايه ايه بكون مش عطشان، لو عطشان كان عبيها. يا حمي ها علي يفضي؟ لحظة 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 فليفل شو عملت مرمورة امبارح بالليل؟ ماشي عملت لي اكل وجلت ونامت. ما شربت من البيت؟ لا ما شربت. لا بلا بلا بعتذر، بلا طلبت مني جيب لها مي ما جبت لها، طلعت وشربت. الغريب فضى قنينة مي بالبير، مرمورة نسيت حلمة. يا شحبار منيح اللي انت بتروبس والا كنا كلنا نسينا احلامنا. روج عيط للكل بيكون بعدهم هون وقول لهم اوعى حدا يشرب من البير. روج روج يلا روج. يلا ويكون الغريب فضى مي بالبير. شو بده فينا؟ مرموره نسيت حلمها. سحر شو شو بده يكون فضى بالبير؟ علمي علمك هلا بنجمع الكل وبنتناقش. بس ليك يا فليفل وانتو يا حلوين لازم تعرفوا انه نحن واقفين على مفرق، يا بيربح الحلم وبنربح كلنا، يا بيربح النسيان وبنكون كلنا خسرانين. مين بدكم يربح؟ الحلم. ننطر تشوف. يلا اسرع من هيك، سحر قالت لا تروحوا لعند الركض. تعبنا ما بقى فينا نركض. انا وصلت. نغم. نعم. نغم. نعم. نغم. نعم. اسمك نغم مش نعم. بعرف انه اسمي نغم مش نعم. شو بدك؟ نسيت. تذكرت كان بدي اقول لك يا ريت بتفهم بسرعه مثل ما بترد بسرعه. شو كان عبالنا؟ انا في شريعه وفوضى، مش حاسين انه في مشكله كبيره؟ شحبار وين؟ هو عيطنا وقال لها تنيجي لعندك ركض، هلا كان ماشي حدي. كلهم جايين لهون ركض بس لانه انا اسرع منهم. وصلت
وصلت بكير. شحبار وصلنا قبلك بكثير. عامل لي حيلك أبداي. يعني ما عندنا وقت للحكي والمزح. بعد ما فليتوا من هون اكتشفنا شيء كثير مهم. ايه. الرجال الغريب اللي كان هون وسافر ورجع. عرفته أنا أول وحدة شفته لما رجع. هالرجال عم يحضر لنا شيء غريب وما الهيئة شيء حلو. شحبار والحلوين شافوه عم بفضي قنينة مي بالبير اللي بنشرب منه. وإذا يعني عم بفضي مي بالبريق اللي بنشرب منه، وين المشكلة؟ لحد هلأ ما بعرف وين المشكلة. بس ممكن يكون لحظة، ممكن يكون هالرجال الغريب والقنينة اللي فضاها بقلب البير هن المشكلة. ما فهمت، فهمتوا شيء؟ لا ولا شيء. هالقد بدها؟ أنا لقيتها، أنا لقيتها. شو؟ يمكن هالرجال الغريب فضى مادة غريبة بالبير نست مرمورة حلمة، ويمكن لو ما منش حبار كنا كلنا شربنا من هالمي ونسينا أحلامنا. فهمتوا هلأ؟ فهمنا. سحر. هلأ نحن هون، بس شو الحل؟ بعدين شو هالمادة الغريبة اللي بتنسى الأحلام؟ ما في مادة بتنسى الأحلام. صح. بلا في مادة بتمثل الأحلام. بلا في مواد بتخلينا ننسى كل شيء. معك حق، وأنا والحلوين هيدي معلوماتنا. أنا وعم بقرأ الوراق عرفت إنك بتحلمي تصيري دكتورة. يا ريت، لو بتشوفي قد ايه بقرأ كتب طبية. وعندي بالبيت كمبيوتر ومختبر صغير، يعني لابوراتوار. حلو هيدا اللي قلته، لابوار. يا حرام يا حرام، ما بيعرف يقول اسمه لابوراتوار. هيدا هو. هلا بعد ما عرفنا شو لازم نعمل. ليكم اسمعوني منيح. ايه نعم. اول شيء لازم تعرفوا انه ما لازم حدا منكم يشرب. اوعى تشربي. نقشتوني. شوفي عطشانه وبدي اشرب. لا يا اختي ما تشربي، هيدي المي مش منيحه. طيب تصرفاتكم كثير غريبه. زعلت. الو زعلت مرموره. زعلت. سحر. نعم. عندي سؤال. تفضل. إذا ما شربنا من هون، من وين بدنا نشرب؟ ما تعطى الهم، في بير حد بيتي، بس اوعى تخبروا حدا غريب عنه، اتفقنا؟ اتفقنا. هلا اتفقنا؟ عشو اتفقنا؟ تأكدي. ايه اتفقنا. قربوا لهون تشوف. قربوا 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 قربوا. قربي لهون انت كمان. ايه. ايه. اوكي. وانت أنا؟ طيب وهالمرة مش هنسى. يلا يلا فلوا حضروا حالكم. يلا يلا والله تخليكي معي. فرنوس. يلا يلا فرنوس. عندي خطة. عندك خطة؟ عندي خطة. عندي خطة بتجنن. عندي خطة. عندي خطة بتجنن. يلا عندي خطة. فينا ننقل الكمبيوتر والمختبر لهون؟ أنا عملت لهم طاولة خاصة بدواليب، فيني انقلها بكل سهولة وناخد كهرباء من الساحل. بسرعة روحي على بيتك جيبينه تعي. لازم نعرف شو حط بقلب البير وشو هالمادة الغريبة وكيف فينا ننظف البير منها ونرجع الحلم لمرمورة. مرحبا سحر. بعدك بتذكر اسمي؟ ولو ما قاعدين بمنطقة وحدة، يعني فيك تقولي نحن جيران. ايه معك حق يا جار. هالمحل لإلك ما هيك؟ هيك. من زمان كنت تحبي تفتحي محل وزبطت معي. وهلأ؟ شو في هلأ؟ عم تحلمي بشي؟ عندي كتير أحلام. يعني ما شربت من البير. اليوم في شوب كتير. مزبوط. وبالشوب منعطش كتير. صح. طيب اسمحي لي ضيفك شربت مي من البير. ميرسي ما تتعذب مش عطشانة. ولو كرمالي وكرمالي الجير اللي بيناتنا. ميرسي كتير ما تتعذب. اهل الضيعة منهم بالساحة، ما شفتيهم اليوم؟ يا ما قلت لي شو اسم حضرتك؟ اسمي طارق. يا طارق، اهل هالضيعة صايرين مغيرين قولك ليه؟ طيب اسمحي لي ضيفك شربت مي من البير. ميرسي كتير ميرسي. هلا اتأكدت انه حاطط شي بقلب البير. قلتي لي انه اهل الضيعة تغيروا، يعني شربوا من البير وانت الا ما تعطشي. شو قلت؟ ما قلت شيء، قلت اني ببقى بشوفك ببقى بشوفك الا ما تعطشي. مشيتك بسرعه. احذري مين كان في هون. مين؟ طارق الرجال الغريب اجا وحاول يشربني مي من البير، بس الحلوين ما خلوني. يلا حاضره. حاضره. يلا بسرعه.
بسرعة يلا روحي عبي هيدي مي من البير وتعي لنفحص المي. هلا بفرجي اسمعوا شو. يلا يلا بسرعة. هيدا المختبر متطور كتير وموصول على الكمبيوتر. فإذا نخلي الكمبيوتر يعطينا تحليل المي. هالسائل مكون من المواد العادية اللي بتكون المي. بس في مادة جديدة زادت عليهم. فإذا نسألي شو هالمادة؟ هالمادة بتفوت على الخلايا اللي بتكون دماغ الإنسان وبتمحي أشياء من ذاكرته. هالمادة اكتشفوها مش من زمان وهي مادة ممنوع استعمالها بكل العالم لأنها بتساهم بنهاية العالم واسمها حرامية الأحلام. فإذا نسألي إذا كان في شي مادة بنقدر نستعملها تنظف البير ونرجع الحلم لمرمورة. لحظة راح فتش بذاكرتي. إن شاء الله تضبط معنا. الكمبيوتر اختراع مهم. كل شي اخترعه الإنسان مهم وكل التطورات اللي وصلها العالم يا حلوين بفضل العلم مهمة، بس ما لازم ننسى إنه مش أهم من الإنسان ومش أهم من حلم الإنسان. ما هيك؟ في مادة بتقدر تنهي مفعول المادة الموجودة بالمي على الشاشة تبعي. راح أعطيكم اسم المادة ومن شو مكونة. برنايطة يلا بسرعة معنا وقت نضيعه ولازم نروح نشتري الأغراض ونحضر المادة اللي بدنا إياها. يلا بسرعة. يلا 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 يا حلوين نحن هلا بنرجع. أوعى تخبروا حدا شيء. يلا روجي 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 عمر. يلا 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 يلا. هيدي انت يا فرنوسي فلفايلي يا فلفايلي تيابك كتير 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 حلوين. ميرسي. وانت كمان تيابك كتير 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 حلوين. شوفي شعراتك مثل معزية ابو سليم. فلفايلي يا فلفايلي شو بدك يا فرنوسي؟ شو طابخة اليوم؟ ياي ياي يا دلي انا ما بطبخ، أنا جوزي بيطبخ. يا دلي وأنت شو بتعملي؟ أنا باكل. لايفين بتعرف إنك بتمثل منيح؟ لاي ما بتعمل ممثل. بتعرف يا فرنوس؟ أنت بتعرف تسرق منيح، ليش ما بتعمل حرامي؟ بعد ما نسيت إنه أنا أخذت لك العناقيد؟ لا ما قلت لك ما تواخذنا. لايك بدي أعرف شو هو حلمك. حلمي؟ إيه حلمك شو؟ حلمي إني أصير طيارجي. وسوق طيارة. انت تسوق طيارة؟ لكن انا رح بطل سافر. ما انت بسكليت ما بتعرف تسوق بدك سوق طيارة؟ ليش انت وين بدك تسافر بالطيارة؟ انت اكتر شي بتسافر بعربية الخضرة. مش عجبتك عربية الخضرة؟ لا مش عجبتك عربية الخضرة. دعانك خليك عربيتك على قد. مرحبا يا ستات. اهلا. انا اول مرة بشوفكم بالضيعة. جايين جديد؟ ايه جايين جديد. إلا 36 سنة هون. حلوة منك. وين جايين؟ نغم نغم نعم نحن هون. نغم نعم نحن هون. مين عم يحكي معي؟ يا ماما أنا خيفاني. شوفي هل أنت مخوف؟ انتو؟ هيدا انتو؟ ايه نحنا. يي شو بشعين؟ نحنا بشعين. نحنا احنا نسمايل بالحال. يايا شو ايه؟ بكسي شحبار؟ بركشن يا بركتروني الليل العشاء معكروني. هلا انا ما عاد شحبار، هلا انا صار اسمي كيكو كوكي. انا صرت رجال صيني. يا عيني. نغم؟ نعم. مين هالستات اللي بفزعوا؟ انا اول مرة بشوفه. ليفين وفرنوس عاملين ستات. ييه عرفونا. يا الله لا اوعى لا اوعى. خلص ما رح تشرب بحياتها بقى. خلص ما رح تشرب. ما رح تشرب. ليش لابسين هيك؟ كان عندنا حفلة تنكرية. اوعى تدقي فيي. مين دق فيكي؟ لقينا المادة اللي عم نفتش عليها. برافو. مش حلوين؟ مش حلوين؟ اسمعوني منيح برنايطة، فضل أنيني اللي معك بقلب البير. يا ليكو يا حلوين وإنتو كمان اسمعوني منيح.
أنا رح أشرب مي من البير، وإذا ضليت ذاكرة شو هو حلمي بتكون زبطت معنا. حلمي إنه كلكن تحققوا أحلامكن. فبيونسي حفظت يا حفظت حفظت أنه في حلمك كل الحقيقة أحلامنا. يا حفظت يا أنت أي ما تحفظت يا هلأ صار لي دقيقة هلأ دقيقة حفظت يا هلأ صار لي دقيقة. سحر شو هو حلمك؟ ما جاوبت يعني نسيت يعني ما زبطت حلمي؟ ايه حلمك؟ ايه انه كلكم تحققوا احلامكم. مرمورة صار فيكي تشربي تفضلي تفضلي. حاضر يلا بسرعة. سحر؟ نعم؟ امتى رح نبلش بالشغل؟ اي شغل؟ كيف اي شغل؟ مسرحية حلمة. ليش عم تزقفوا؟ عم نزقف لانه رجع لك حلمك ولانه خلاص مرمورة اسمعيني منيح. نحن هلا بقلب المسرحية وعم بمثلها. القصة وما فيها انه برنايطة فرنوس وشحبار وانا وكلنا شربين مي من البير بتنسي الاحلام، لانه في رجال غريب اجا وحط مادة غريبة بقلب البير نستنا كلنا احلامنا. هيكي مرمورة تحت قلبك، نحن نظفنا البير من هالمادة بس عاملين حالنا ناسيين، بركي بنشرب الرجال الغريب مي من البير وبنرجع له حلمه. فهمتي؟ يعني شوي بس رح مثل مثل ما قلت. المهم ما تحكوا شيء، وانا رح شرب الرجال الغريب مي من البير، بركي بيرجع له حلمه وبنمحي الشر والبشاعة يلي فيه. اتفقنا؟ اتفقنا. تفضل تفضل شوف تفضل تفضل شوف ليك شوف. عظيم 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 عظيم. دخيلك ساعدنا مدري شو صاير لنا. ما في شي مهم ما في شي مهم. طولي بالك طولي بالك. نغم نعم. جيبي هالبريق اللي حد البير. حاضر يلا بسرعة. تفضل اشربي انت. انا؟ ايه يلا اشربي. ايه بشرب. اشربي. ايه سحر؟ نعم. ايه اشربي انت كمان. بس انا مش عطشانة. اشربي تترق اعصابك ونشوف شو صاير بهالضيعة. ايه اذا هيك بشرب هيك. يلا. عال ربحت ربحت. شو هي احلامكم؟ اي احلام؟ ما عنا احلام. بسنا بسنا. ناكل وننام. سحر؟ نعم؟ ما بتحلمي انه الخير يسيطر والمحبة تصير بين الكل؟ انا لا 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 لا. مرمورة ما بتحلمي تصيري بمثلي؟ انا بكره التمثيل. وانتو؟ ما عندنا احلام بدنا بس ناكل وننام. عظيم عظيم عظيم. واخيرا صار فيي اتحكم فيكن. شو بيك معصب؟ اتفضل اشرب نقطة مي بتروق أعصابك. أنا مش معصب، أنا مبسوط. مبسوط؟ فإذا بصحتك اتفضل اشرب. مش عطشان بس بشرب لأنه ما عندي أحلام حلوة حتى أحققها، والمادة يلي بالبير بتنسي الأحلام الحلوة، أصلا هالمادة بتقويني وبتقوي الشر اللي فيه. نعم. ينعم عليك. شو هو حلمك؟ شو هو حلمك؟ أنا وصغير كان عندي أحلام كتيرة بس نسيها. إيه بسيطة، عود وتذكر عمحلك. تذكر شو؟ صير مهندس وعمر بيوت واتجوز وصير عندي أولاد وكتير إشياء. وأخيرا صار فينا نرجع نحضر لمسرحيتك، وبدنا نتمنى انه كل الناس تشرب من مية المحبة، بركي بنوصل لشنهار ما يبقى فيه الا الخير والمحبة بكل الكون. صرخة من اطفال الارض تريكونا نحن.
Thank you.